سبحانه وتعالى يوفقك فيما بدأت فيه من بناء هذا المسجد إن شاء الله، والمجمع دا ربنا يعرف مواجهه. هذه أمانتك يا ولدي. يجي يدخل واحد تاني يقول يا ابني الموضوع الفلان، يا ربنا يوفقك فيه إن شاء الله. يا الشيء قبل أن ينتقل يقول يتذكر واحد بيحتضر في اللحظات، بيتذكر البنت اللي كانت بتساعد عشان تكون كذا اللعبة معاها، بعد ما تكون البنت اللي كانت بتساعد معاها، وبعد ما تكبر في البيت المستشفى تساعد معاها. واحد بيتذكر الخيال بتاعه اللي بيساعده وهو بيحتضر لا يوم ده قبلها بساعات ساعتين ثلاثة، ويقعد يوصي كل واحد بوصية معينة لحد اللحظات الأخيرة. وبعدين يجي الدكتور صلاح عن الطبيب من تلامذة الشيخ، ويعني كان كل يوم يجي يقول كده روح يا ابني العيادة بتاعتك يا صلاح يا دكتور. فده الوحيد اللي كان دكتور عليه العناية المركزة لحد جه في الليلة ديت. والله وما لا دي صلاح بيصلي العشاء في المسجد بتاع مستشفى مصر للطيران. قال لي سيدنا الشيخ ده غلبني يا دكتور، انا مش فاهم حاجه. لا دكتور صلاح. قال لي يعني كل يوم وهو تعبان يقول روح العياده بتاعته. النهارده الدكاتره قالوا ان شاء الله هو كده بقى كويس، احتمال نطلعه بكره بقى في الغرفه العاديه. يجي يقول لي ما تروحش النهارده دكتور صلاح، انا عاوزك. بالعكس. انا مش فاهم. واحد من الشيخ بكى فعلا. فعلا بعد ساعتين من الجزء بص واحد من الجزء بقى في العصر بتاعه. فبعد ما كنت بقول له بقى ما جيش يكون انتقل، وكان ليه بيقول العقل بقى ما كانش بيقول الدين ليه، ده الدين اول، الاهم هو فيه دينه كلحم كدم، الحديث بيقول كده. فهمت بعد ذلك الدين لا يكون الا بالعلم، والعلم لا يكون الا بالعقل. فالعقل هو الذي يحمل العلم، والعلم هو الذي يحمل الدين. فصحيح الدين اهم، ولكن العقل اولى. وسيله الوسيله هي اولى. زي ما ربنا بنتكلم ايه؟ التصوف اهم وسيله واعلى في الفضل، لكن الفقه اهم من ايه؟ أولويته عن التصوف إنه إيه؟ إنك ما ينفعش تصوف بدون إيه؟ بدون فقه. فأدي الكلام في العقل، فإيه؟ هنا ممكن تقول موضوع العقل. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. على نفس القرآن نازل إيه؟ على القرآن. بس في حاجة صغيرة، بس خليك قلت المرة اللي فاتت، المرة الجاية كنت حطيت هو مصمم على كده، انا عارف. يعني اديتكم فكره عنها سريعة، اديتكم احنا اتكلمنا عنها كده سريعا كده، ان تفسير هذا الكلام ان ازاي اديتكم مثل الجمله الاولى في قواعد القاعده دي، ان وليس اهل التصوف متعالي، وليس اهل التصوف مستعرض مستظهر بالدعوه او مستظهر بالدعوه او عاملين القضيه او طالب المعرض او كذا او كذا، وليس من اهل التصوف، وليس من اهل التصوف، وليس من اهل التصوف، لا متعاني بالجهل او مستظهر بالدعوه او مجازف في النظر او عاملين القضيه او طالب المعرض او مصمم على تقليد اكابر من عارف الجمله. قلنا مصمم على تقليد، اي مصمم على تقليد اكابر العلماء والفقهاء دون الوقوف على دليلهم، اي معرفه لهم معرفه عامه بالجمله دون ان يقف على تفصيلات الدليل الذي جعلهم يؤدون هذا الحكم او يحكمون بهذا الحكم او يقولون بهذا الايه؟ الحكم. فبالتالي هو يردد كالببغاء، مش فاهم الحكم، ولو وقف على الدليل لخالف او لتبين له سبب ايه هذا او سبب هذا الحكم. و
ولذلك بدي مثل بايه؟ زي ابو الفرج الجوزي. ابو الفرج الجوزي دايما الجماعه المتنسفه يحتكون بكتاب تلبيس الجيش ابو الفرج الجوزي. ولا يعلمون ان ابو الفرج الجوزي كان صوفي وعالم محقق من محقق الصوفيه، واحنا قلنا اللي ايه؟ كتاب اللمع ده او الكتاب في التصوف ده اللي نقله. وكتب في الزهد وراجل صوفي صوفي. وبعدين لكنه هو اراد والله فتح سبحانه وتعالى عليه، كان من العلماء الائمه المجتهدين، فراى زي ما الغزالي راى الفقهاء مغرقون في الاحكام العمليه والاحكام الظاهره في الفقه، فاراد ان يغلق هذا الباب ويفتح بابا جديد، باب التصوف، ففتح باب التصوف على مصراعيه فكتب احياء المدينه. فتح لهم باب التصوف، لا 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 لا، فمين غلط؟ ده الفقه الحقيقي هو ده التصوف. ابو الفرج الجوزي عالم مجتهد، شاف المتنصفه مش الفقهاء او المتفقهه، شاف المتنصفه. فزي الامام القشيري ما راى المتنصفه في زمانه فقال لا والذي حجت قريش بيته مستقبلين الركن من بقائها ما ابصرت عيني خيام قبيلتي الا بكيت احبتي بفنائها، اما الخيام فاكلناها كخيام وارى نساء الحي غير نساء. فهو شاف الحته دي فمجتهد. فاللي فتح عليه ربنا به ان هو ايه؟ يغلق باب التصوف ويطور المفتاح. فكتب تلبيس النفس زي الغزالي ما كتب ايه علوم الدين، ده كتب تلبيس النفس. هو عالم مجتهد، والمجتهد لا يقلل غيره. هذه المعنى اللي احنا عايزينه.